حلو. محطتنا الأخيرة زينب لس ختام صباحنا سمر رح يكون مع أيضا الناحية الثقافية، ورح نحكي أكثر اليوم عن أنشطة متعددة وفعاليات قدرت أنها تستمر رغم صعوبة الحالة الاستثنائية والظروف اللي عم نمر فيها. بكل مرة اتحاد الناشرين بتقدم بأفكار جديدة وحركة جديدة فكرية عم ترفض طبعا حركة عجلة النشر باستمرارية على الصعيد المحلي العربي والعالمي. اليوم رح نطلع أكثر مع ضيفنا على هالأنشطة، وأكيد بنرحب برئيس اتحاد الناشرين السوريين هيثم الحافظ. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير وأهلا فيكم وبالسادة المشاهدين. ونحن عم نعيش حالة من الأمل بذهاب وباء كورونا، بحالة من الأمل بأنه نحن بدأنا نعيد أنشطتنا، إن كان المجتمعية بكل مجتمعنا السوري، إن كان أيضا أنشطتنا الثقافية إن كانت السورية أو العربية. فخلينا نقول صباحنا غير والأمل غير بالقادم الأحسن والغير إن شاء الله. أكيد دائما في عنا أمل موجود. يسعد صباحك عن جديد. صباحك وصباح. وخلينا نحكي بالبداية بعد فيروس كورونا وبعد ما توقفت النشاطات، هلأ رجعت النشاطات وبشكل، وخلينا نحكي عن عودة النشاطات عربيا ومحليا عندكم. هلأ أنا أول شيء بدي أقول ملاحظة قبل ما نحكي عن عودة النشاطات. أنا بتمنى النشاطات العربية أو النشاطات المحلية بعودتها ما تشكل هاجس من القلق عند الناس، لأنه حتكون أكيد عودتها مرافقها إلى أمن صحي ووقاية صحية، وحتكون الضوابط والقوانين الصحية مرافقة مع أي نشاط مع أي نشاط ثقافي حيكون. فلذلك ما في خوف من وقت منقول نحن عم نعود بالنشاط، معناتها عم نعوده ضمن الضوابط والأنظمة الصحية يلي وضعتها إن كانت منظمة الصحة العالمية أو وزارة الصحة السورية أو وزارة الصحة في أي دولة عربية أو عالمية عم تأسس لنشاط ثقافي مهم وعودته. نحن اليوم خلينا نحكي على الصعيد، أول شيء نبدأ من محلياً. الصعيد المحلي أكيد كلاتنا عارفانين نحن هالسنة ما في عنا معرض للكتاب في مكتبة الأسد، لأنه ترافق مع الانتشار أو ذروة انتشار الوباء في سوريا مثلا. اليوم نحن في مكتبة الأسد عم نحاول نشوف بدائل الآن معارض، ممكن يكون في عنا معارض محلية قريبا، ممكن يكون في عنا معارض هدفها إبراز الإنتاج السوري، رغم على فكرة خليني أقول أنه خف كتير الإنتاج السوري المحلي من النشر في خلال هذه الأزمة يعني اللي أثرت على المهنة بشكل واسع. لكن نحن اليوم بهذا الشهر والشهر الماضي وحتى بالشهر القادم حنكون نعطي دفع للناشرين السوريين لأنه يعودوا للعمل ويعودوا للمطابع ويعودوا لإنتاج الجديد، وطبعا تعود النشاطات الثقافية المرافقة. نحن اليوم في طور إقامة معرض لعرض الكتب الجديدة، وطبعا وقت بنقول الكتب الجديدة اللي صدرت عامي 2019 و2020 لإبرازها للجمهور السوري، ويبدأ الجمهور السوري يطلع أن نحن شو في عنا من كتب. وأنا بدي أكد على شيء جديد نجحنا فيه كاتحاد الناشرين السوريين أو الناشرين السوريين، واللي هو بخلال أزمة وباء كورونا كان في عنا تسويق الكتاب عن طريق خلينا نقول التسويق الإلكتروني ولاقى نجاح جيد، وصار في عنا خدمات فيني أقول خدمات لوجستية مهمة على الصعيد السوري، رغم صعوبة خليني أقول العادات والتقاليد المجتمعية في سوريا من حيث أنه كيفية آلية الشراء الإلكتروني لا زالت نحن ببداياتها، لا زال الواقع الدفع الإلكتروني عنا شوي ضعيف، لكن الناشر السوري استطاع أنه يتغلب على هذا الواقع وقدمنا مقترحات إيجابية وفعل إيجابي، وحققنا بعض الناشرين
خليني أقول حضور جيد، وصار يوصل الكتاب السوري إلى المواطن السوري عن طريق هذه الأدوات الإلكترونية طبعا. أو هذا التسويق الإلكتروني الجديد. هلا عربيا أستاذ هيثم، كمان خلينا نعرف أهم المشاركات عربيا. نعم، عربيا الآن طبعا ما بيخفى على أحد أنه في كثير من المعارض العربية تأجلت هذا العام. طبعا ما حأذكر اللي تأجل، أنا حأذكر اللي أقيم. لكن أنا كنت من أسبوع في الشارقة مع إدارة معرض الشارقة، وهن متشجعين جدا لعودة معرض الشارقة للكتاب، وناقشناهم بعدة أبعاد للمشاركة السورية في معرض الشارقة، واستطعنا انه هن كان في عندهم عدد من الناشرين السوريين المشاركين في المعرض، استطعنا انه نرفع هذا العدد بمقترحات لبعض الناشرين. ونحن اليوم فيني اقول لك انه وصلنا لعدد مهم، حوالي تقريبا اكثر من 40 ناشر سوري مشارك في معرض الشارقة اللي حيقام في مع بدايات شهر 11 طبعا. وهذا يعتبر اول معرض عربي سيقام بعام 2020 بعد وباء كورونا. وأنا بتصور إذا ربنا عز وجل يسر وتمت إقامة هذا المعرض، حيكون هذا المعرض هو بوابة للمعارض العربية الأخرى. طبعا بتعرفوا أنه القضية تحتاج شوية مغامرة، إدارة المعرض بالشارقة عندهم هذا الحس من المغامرة، وكمان في حس آخر من الناشرين إن كان السوريين المصريين الأردنيين اللبنانيين، كمان عندهم حس من المغامرة بالمشاركة. أنا بتصور حتكون عودة النشاط الثقافي العربي، وأن بقصد الثقافي العربي فيما يخص النشر أكيد. وطبعا وقت منقول فيما يخص النشر والثقافة هي الرافد والدافع الأول والوسيط الأول في الثقافة هو الكتاب. فعودة معارض الكتاب العربية للساحة العربية وللجمهور العربي، فيني أقول أنه هو عودة القراءة وعودة الكتاب العربي للواجهة. ممكن بعد منها نسمع، بعد ما أقيم معرض الشارقة نسمع معرض مثلا الدوحة، أقيم نسمع معرض أكيد القاهرة أكيد من المعارض الثانية. بما أنه هلأ بلشت المدارس، خلينا نحكي شو علاقتكم بالمناهج الدراسية الجديدة؟ والله يعني سؤال مهم بهذه الفترة. نحن كناشرين سوريين نقدم للمدارس السورية الكتب الإثرائية، يلي هي الكتب بتساهم في تطوير ودفع عملية القراءة في الاتجاه يلي حتى بتساعد المناهج المدرسية يلي هي وضعتها وزارة التربية. يعني نحن في عنا كم كبير من الروايات يجب أن يقرأها الطالب ليساهم في خليني أقول البعد اللغوي، يعني تقدم له إسراء لغوي. في عنا عديد من الكتب العلمية اللي هي مثلا تتضمن الرياضيات والفيزياء والكيمياء، إن كان على صعيد المختبرات بتقدم له بعض الحلول المختبرية، أو على صعيد مثلا كمان إضافة تطوير جديد. فأنا بتمنى أنه الجمهور السوري أو القارئ السوري أو الطالب السوري يزور دور النشر، أو يزور حتى مواقعنا إن كان على أو صفحات دور النشر على الفيسبوك أو مواقعنا على الانترنت، ويشوف جديدنا من حيث تطوير المناهج. يعني نحن نساهم في تطوير المناهج من خلال إنتاج عدد مهم من الكتب يلي بتقدم خليني أقول لك الإثراء اللغوي، وأنا أو إضافة المعلومة الجديدة اللي هي على الصعيد الموضوع العلمي، وبالأخص كتب العلوم يلي العلوم بكل أبعادها الفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية اللي بيقدمها الناشر من خلال ناشرنا السوري اللي عنا ترجمات مهمة لكتب عالمية مهمة، وعم نشوفها حتى عم تواكب الانتاج العالمي، ونحن عم نطور بما يتناسب أيضا مع تطور الانتاج النشر في العالم. نحن اليوم كناشرين سوريين بصراحة اللبنة الأساسية الأولى اللي حطيناها جيدة، ونحن الآن مهمتنا نتابع ونتساعد نحن والقارئ لكمان إيصال الكتاب السوري للمكاتب المنزلية
والمكتبات المدرسية. حتى المكتبات المدرسية أنا بدي بتمنى أنه أمناء المكتبات المدرسية يساهموا في تطوير هذه المكتبات المدرسية. نعم. يعني اليوم بحاجة نحن المكتبات المدرسية لكتاب جديد، كتاب إنتاج عام 2020 و2019 و2018، ونحسس الطالب يلي بيزور المكتبة المدرسية بوجود كتاب جديد فيها. نعم، نحن بنتشكرك كثير على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها عن جديد دور النشر، بنتمنى لكم مشاركه محليه وعربيه موفقه، ان شاء الله هيك بتمثلوا اسم سوريا وبترفعوه عاليا. شكرا لوجودك معنا. وانا بدي اتشكركم ووعدكم بجوز بالقريب العاجل بخلال مثلا اسبوعين ثلاثه اكثر شوي نعلن عن معرض سوري، ولو معرض سوري بسيط، ولو معرض سوري داخلي، نبدأ نعود للنشاط الثقافي، نشاط الناشرين، شوفوا زحمة الكتب، بس مو زحمة ناس، أكيد. نشوف زحمة الكتب ونشوف هذا التواصل الثقافي بأمان صحي. وشكرا كثير لكم، وشكرا للسادة المشاهدين. شكرا لوجودك معنا، وأكيد بنتمنى عودة النشاط الثقافي، بنتمنى لك كل التوفيق.